بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أبناؤنا طلاب الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية. الوحدة السادسة، تابع الدرس الأول. أعزائي الطلاب، عنوان درسنا لهذا اليوم: حقوقي، الحق في الصحة والحق في المساواة. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على 1- أن يوضح حق المواطن في الصحة بدقة ووضوح. 2- أن يذكر حق المواطنين في المساواة بشكل سليم. أعزائي الطلاب، الحق في الصحة. تنص المادة 23 من الدستور القطري على الآتي: تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون. ومن أهم الخدمات التي تقدمها دولة قطر في مجال الصحة، تعمل دولة قطر على توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير، وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. 2- تتولى وزارة الصحة العامة تطوير القطاع الصحي في دولة قطر. إذن أعزائي الطلاب، تعمل دولة قطر على توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير، وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. أعزائي الطلاب، تتولى وزارة الصحة العامة تطوير القطاع الصحي في دولة قطر. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. 1- توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون من الحقوق التعليمية، الصحية، السياسية، الاقتصادية. أحسنتم، بارك الله فيكم. من الحقوق الصحية. السؤال الثاني: عدد أهم الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر. بارك الله فيكم. تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير. ثانياً، الحق في المساواة. أعزائي الطلاب، تنص المادة 18 في الدستور القطري على ما يلي: يقوم المجتمع القطري على الدعامات الأساسية الآتية: العدل، الحرية، الإحسان، المساواة، مكارم الأخلاق. إذن أعزائي الطلاب، الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري: العدل، الحرية، الإحسان، المساواة، مكارم الأخلاق. 2- تعزز دولة قطر مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال تكافؤ الفرص
في الحصول على الخدمات، وذلك أعزائي الطلاب من خلال المادة 34 من الدستور القطري، وتنص على المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. إذن أعزائي الطلاب، تنص المادة 34 من الدستور القطري على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. الآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: عدد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري. أحسنتم، بارك الله فيكم. الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري: العدل والحرية، الإحسان، المساواة، مكارم الأخلاق. إذن أعزائي الطلاب، الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري: العدل، الحرية، الإحسان، المساواة، مكارم الأخلاق. وبذلك نكون أعزائي الطلاب قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. ولكي يصلك كل جديد حول مدرستنا عبر اليوتيوب، اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو وفعل الجرس. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.